سبعة أسباب لعلاج التكاسل عن الصلاة. كثير من الناس أيها الأحبة يقطع الصلاة تقطيعاً، يصلي وقتاً ويترك وقتاً، يحس بثقل، يحس أن الدنيا تجذبه، يحس أن الصلاة ثقيلة عليه. ماذا يفعل؟ أنا اليوم أيها الأحبة أتأمل معكم سبعة تقنيات أو سبعة أسباب لعلاج هذه الظاهرة بشكل كامل. الصلاة أخي الحبيب هي موعد مع الله، يجب أن تنظر إلى الصلاة. يعني باختصار السبعة أسباب ألخصها لك بكلمة قبل أن نسردها: غير نظرتك للصلاة فقط. الصلاة ليست مجرد عبادة تعاقب عليها. معظم من يلتزم بالصلاة يخاف من عذاب جهنم، طب هذا جيد، ولكن هناك فوائد كثيرة للصلاة أنت تغفل عنها، هناك أسرار كثيرة للصلاة أنت لا تعرفها. إذن أنت تظلم نفسك عندما يعني الدافع الوحيد للصلاة هو الخوف من العذاب. أنت تظلم نفسك، هو صحيح ينبغي أن نخاف من عذاب الله، ولكن هناك فوائد كثيرة، لماذا تحرم نفسك منها؟ أخي الحبيب، أول سبب، يجب أن تنظر إلى الصلاة أنها موعد مع الله عز وجل. أنت عندما تقف على باب مسؤول أو تريد أن تقابل ملكا أو رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو مسؤول من البشر الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يستطيع أن ينفعك بشيء إلا ما كتبه الله لك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء إلا ما كتبه الله عليك. يعني هو ضعيف مثلك، عبد مثلك، يموت، يمرض، يهلك. على الرغم من ذلك أنت تتعب كثيرا لمقابلته. طيب الله سمح لك 5 مرات بلقائه في اليوم، غير السنن والنوافل. أنت 5 مرات لديك موعد مع الملك عز وجل، ثم تفكر بالدنيا. والله أحدنا لو كان لديه لقاء مع صديقه، لا أريد أن أقول شخص مهم، صديق يحاول أن يلتزم به ويسرع لي، طيب كيف وأنت في لقاء مع الملك عز وجل وخمس مرات كل يوم؟ هذا منتهى الكرم الإلهي. لذلك أخي الحبيب يجب أن تهيئ نفسك للصلاة بهذه الطريقة. قل أنا عندما يؤذن وقت للصلاة يجب أن تعتقد أن الله يناديك، يريد أن يسمع منك، يريد أن يسمع خشوعك ودعائك، يريد أن ينظر في مشكلتك، يريد أن يفرح قلبك، يريح قلبك بهذه الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فإذا أنت على موعد مع الله، ليس مجرد صلاة أو ركوع وسجود، لا، هي موعد ولقاء ووقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. السبب الثاني أو التقنية الثانية التي أريدك أن تغير تفكيرك باتجاه الصلاة، أن الصلاة علاج وشفاء. أنت إذا أصابك أي مرض تلهث إلى الطبيب، تسرع إلى الصيدلية لتأخذ دواء، تفتح الإنترنت لترى ماذا يحدث، ما هذا الفيروس، ما هذا الداء، ما هذا المرض، تبحث عن علاج وتنفق الأموال. طيب الله عز وجل أعطاك علاجا وشفاء من أمراض العصر، وخمس مرات كل يوم تعالج نفسك. وهذا الكلام كلام علمي أيها الأحبة، أنا لا أتحدث كلام عاطفي. هناك مجلة هندسية قامت بدراسة عن أسرار الصلاة، وهي غير إسلامية كما قلت لكم، مجلة علمية بحتة، وصنعوا برنامج يحاكي حركة الجسد إذا التزم 5 مرات بأوقات الصلاة. وجدوا
تأثيرات كبيرة جدا، مع أنهم درسوا جزء بسيط من هذه التأثيرات وهي التأثير على العمود الفقري والمفاصل والعظام. وجدوا أنها تؤدي للشفاء والعلاج والوقاية وتخفيف الألم. طيب الله أعطاك علاج، أنت الزمن يتقدم، تجلس ساعات طويلة على اللابتوب أو أمام الموبايل أو أمام التلفزيون. طيب هذا الجلوس، التيبس هذا مضر جدا لفقرات الرقبة، للعمود الفقري، لأسفل الظهر، للأعصاب، ومعظمنا يعاني من هذه المشاكل. ولكن عندما يكون لديك التزام بالصلاة أنت تترك كل شيء وتسرع للصلاة فتكسب أسباب الشفاء بهذه الصلاة. طبعا الصلاة هي الشفاء للقلب أيضا، يعني كل واحد منا لديه مشاكل، هموم هي تفريغ للهموم. السبب الثالث أيها الأحبة، الصلاة هي عملية خشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن النجاح يأتي بعد الخشوع. فإذا أردت أن تنجح في حياتك التزم بالصلاة بخشوعها، لأن الخشوع له أسرار كثيرة جدا وله فوائد. يعني مثلا اليوم في الغرب يستخدمون رياضة اليوغا وغير ذلك والتأمل. يجلس أحدهم يتأمل في شجرة، في شمعة، في خرير ماء، في أي شيء، ويقول لك أنا أعالج نفسي. يجلس مثلا نصف ساعة ويكرر هذا العمل عدة مرات كل يوم. طيب الله عز وجل من رحمته أنه أعطانا وسيلة فيها تأمل، فيها خشوع، فيها حركة، فيها استحضار لعظمة الله عز وجل، فيها استحضار للجنة والنار، فيها كلام تقرأه فيه معاني عظيمة جدا. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب الهداية من الله أن يهديك إلى الطريق الصحيح في حياتك. فأنت إذن بهذه الحالة تفرغ الشحنات السلبية 5 مرات كل يوم. أنت تعلم أن جهاز الكمبيوتر إذا تراكمت عليه البرامج يحتاج إلى ما يسمى بإعادة فرمتة أو برمجة، أو إلى تفريغ الملفات التي تثقل هذا الجهاز، تفرغها كل فترة. الإنسان كذلك يحتاج إلى تفريغ هذه الضغوط النفسية، الشحنات السلبية، الأفكار التي تراكمت كلها تتفرغ أثناء الصلاة، وأنت تؤدي فرضا لله عز وجل. هناك السبب الرابع، هناك في علم النفس ما يسمى بعقدة الذنب التي تسبب الاكتئاب، يمكن أن تؤدي للانتحار. ينصح العلماء بضرورة التخلص منها، أن تتخلص من عقدة الذنب، لأنها تفتك بصاحبها. يجب أن تشعر بالنقاء والبراءة والطهارة. الصلاة أخي الحبيب تخلصك من عقدة الذنب، وكما أكد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بل تكفر الكبائر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هنا أنت لديك 5 مرات غسيل لذنوبك. يعني هذا الوضوء الذي تتوضأه، مع كل قطرة ماء تتساقط ذنوبك كما تتساقط أوراق الشجر. هذا ما أكده النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن هي راحة للإنسان. السبب الخامس أخي الحبيب الذي أقترحه، بل النبي اقترحه صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يسألون حبيبهم عليه الصلاة والسلام، يحرصون على، كانوا يحبون الله كثيرا، فكانوا يقولون يا رسول الله، يعني هذا الإله الرحيم الكريم ماذا يحب أن نفعل؟ ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ كيف أرضي الله؟ كيف أفعل عملا يحبه الله؟ لم يقل لهم أي شيء إلا أول شيء
الصلاة على وقتها. طبعا ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيله، ولكن الصلاة على وقتها رقم واحد، أحب الأعمال إلى الله. إذا أنا عندما يحين موعد الصلاة يجب أن أستحضر هذه الأشياء في دماغي، أن الله يحب هذا العمل. يا أخي الواحد إذا أحب شخص، إذا أحب ابنه وهذا الولد اشتهى شيئا، يبذل كل ما بوسعه ليؤمن له هذا الطعام مثلا أو هذه اللعبة أو هذا الشيء، ويتعب ويعمل. طيب الله يحب الصلاة، وهو الذي خلقك ورزقك. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فإذا هذا هو السبب الخامس. السبب السادس، عندما تذهب إلى الصلاة أخي الحبيب يجب أن تتخيل أن الله يريد أن يرضى عنك، يريد أن ينظر إليك، لأننا في الصلاة نقف بين يدي الله، والله ينظر إلينا، ليس بيننا وبينه حجاب سبحانه وتعالى. هو ينظر إلى العبد الذي يصلي، يكون قريبا جدا منه وأقرب ما يكون أثناء السجود. لذلك نكثر من الدعاء. إذن فرصة للدعاء، فرصة أن تطلب حاجتك من الله. يعني أنا الآن جالس، أذن وقت ما، والله الصلاة ثقيلة، سأصلي فيما بعد. طيب لا تفكر بهذه الطريقة. طب أنا إذا لم أصلي سأعذب. لا تفكر بهذه الطريقة، فكر أن الله عز وجل يريد أن ينظر إليك وأنت تصلي، يريد أن يتجلى عليك الملك عز وجل، يريدك أن تتواصل معه. الصلاة لماذا سميت الصلاة؟ صلاة من الصلة، تواصل مع الله، لقاء مع الله سبحانه وتعالى. في حالة الصلاة الله عز وجل ينظر لك، يتجلى عليك، يسمع دعائك، ويريدك أن تدعوه. يحب العبد الذي يدعو كثيرا. السبب السابع وهو مهم جدا في هذا العصر، أن هذه الصلاة ليست مجرد عبادة تقوم بها أو حركات تؤديها، حركات ميكانيكية، لا، هذه وسيلة لتبعدك عن الشر، عن الكوارث، عن الفحشاء، عن المنكر. إن الصلاة، ماذا قال تعالى؟ أقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إذن هذه الصلاة هي وسيلة تحجبني عن الفحشاء والمنكر والمشاكل والهموم والأذى والشر، فأنا بحاجة لها. تصور هذه الأسباب السبعة، هناك أسباب كثيرة، أنا اخترت هذه فقط لكي لا أطيل عليكم أيها الأحبة. تخيل أنك تستحضر هذه الأسباب في دماغك وقت الصلاة، تقول والله أنا الله سبحانه وتعالى يريدني، يناديني، هناك ملك يقول لي حي على الصلاة. طيب ماذا يريد مني؟ يريد أن يتجلى علي، أن يرضى عني، أن يبعد عني الضرر، يريد أن يطهرني، يريد أن يخلصني من الذنوب، يريد أن يستجيب دعائي، يريد أن يغلفني بالرحمة، يريد أن تحضر الملائكة هذه الصلاة، لأن الملائكة تكتب وتصعد إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقترب مني في هذه الصلاة وقت السجود بخاصة. طيب يا أخي هذه المعاني عظيمة جدا، يجب أن تحضر في دماغك كلما أذن وقت. والله إذا استحضرت هذه المعاني صدقني، أولا ستستمتع بالصلاة ولا تتمنى أن تنتهي، ستشعر براحة نفسية كبيرة، ستتخلص من عقدة الذنب، وستجد أن أمورك كلها تنفتح، تتيسر، تفتح الأبواب المغلقة، تشعر باطمئنان
ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تشعر براحة نفسية، تشعر بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الخاشعين، من المتدبرين لكلامه، من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.